تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس الجمهورية يهنئ نظيره النيجيري بالعيد الوطني. وزير المياه والبيئة يشكر السلطة المحلية بحضرموت على مساندتها للمبدعين ويرشيد بما دخل. الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع حفر وتوريد مضخات آبار العضيدة بقلب وزير. في ذكرى تأسيسها 6 المهندس بسميط يؤكد أن شركة بترو موسيلا مشغل وطني كفو بمعايير عالمية. المنشد اليمني حامد الحبشي يتأهل إلى نهائيات مسابقة منشد الشارقة. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى نظيره النيجيري محمد إيسوفو بمناسبة العيد الوطني في بلاده. رئيس الجمهورية عبر في البرقية عن أحر التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة، متمنيا لفخامتهم وفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الصديق دوام التقدم والازدهار. أشاد وزير المياه والبيئة الدكتور عزي هبة الله شريم بدعم السلطة المحلية في محافظة حضرموت للشباب المبدعين وبما حققه المهندس عمر بادخن. وأبدى معالي الوزير خلال لقائه مستشار محافظ حضرموت لشؤون الشباب رياض الجهوري والفائز بجائزة أبطال الأرض للشباب للأمم المتحدة عمر يسلم بادخن، أبدى استعداده لدعم ومساندة المهندس بادخن في العمل على تطوير مبادرته، داعيا شباب اليمن لعدم الاكتراث لظلام اليأس والإحباط، ناصحا إياهم بإيقاد شمعة الأمل وفتح نافذة المستقبل المنشود. من جانبه شكر مستشار محافظة حضرموت لشؤون الشباب والمهندس بادخن تواصل واهتمام معالي الوزير المستمر بالوفد وتذليل الصعوبات، متمنين له دوام التوفيق والنجاح. حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام المخلافي ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور عبد القادر الخراز. أقر مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية 10 متوافقة مع أهدافه للتنمية المستدامة 2030 في عدة دول، منها تمويل مشروع لبنك الأمل للتمويل الأصغر في اليمن للتخفيف من آثار النزوح جراء الأزمة. وأوضح المجلس أن المشاريع 10 التي أقر توفير الدعم لها استوفت أهداف أجفند ومعاييره التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهي تمكين النساء المعنفات وتثقيف الأم والطفل ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز أدوار المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية. يذكر أن برنامج الخليج العربي للتنمية أنشأ عام 1980 بمبادرة من الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود وبدعم من قادة دول مجلس التعاون الخليجي. دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع حفر وتوريد مضخات آبار العضيبة بمديرية قيلبة وزير بعد استكمال كافة الأعمال المدنية والإنشائية للمشروع. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتوفير المياه ضمن مشاريع البنية التحتية المهمة التي تدعمها في ساحل حضرموت، ضمن جهودها الإنسانية لتعزيز الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين والتخفيف من معاناة نقص مياه الشرب. المدير العام لمؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس وهيب غانم أشاد بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن هذا المشروع يغطي احتياجات 50,000 نسمة، وهو عبارة عن آبار تعويضية استبدالية عن الآبار التي دفنها إعصار تشابالا. وأوضح أن المشروع عبارة عن حفر بئرين ارتوازيتين وتجهيزهما بالكامل بالمضخات وما تستلزمه عملية ربطهما ودخولهما للخدمة، مشيرا إلى أن المشروع سيخدم مديرية قيلبة وزير والأجزاء الشرقية لمدينة المكلا. من جانبه أكد عبد العزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين خدمة إدخال المياه في مناطق قيلبة وزير ضمن حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تدعمها الهيئة.
منوها إلى أن المشروع يأتي تجسيدا للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتحسين الأوضاع الإنسانية بصورة عامة، كما أنه يعزز للمبادرات التي تطلع بها الهيئة لتخفيف معاناة السكان. من ناحيتها، أشاد الدكتور عدنان حمران المدير العام لمديرية قيل بوزير بتعاون هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتمويلها لهذا المشروع الهام ودعمها لتحسين منظومة المياه وإسهاماتها المتميزة في حضرموت في الجوانب المختلفة، وعلى رأسها مشاريع إعادة بناء البنية التحتية بالمحافظة. الاثنين الموافق 18 من ديسمبر تحل الذكرى 6 لشركة بترو موسيلة لإنتاج واستكشاف البترول، وبهذه المناسبة بارك المدير العام لشركة بترو موسيلة محمد بن سميط لجميع منتسبي الشركة، شاكرا الجهود التي يبذلها مختلف كوادر الشركة في مختلف كافة المواقع، مشيدا بجهود تلك الكوادر والكفاءات التي ساهمت في استمرار وتطوير نشاط الشركة والتي أثبتت حنكتها ومهنيتها لتتجاوز كثيرا من التحديات خلال هذه الفترة. المدير التنفيذي لشركة بترو موسيلة قال إن السنوات الماضية أثبتت صلابة الهيكل التنظيمي لهذا الصرح الاقتصادي، مؤكدا متانة العلاقة مع أهالينا في مناطق الامتياز وحضرموت بشكل عام. بن سميط أشار إلى التوسع الذي شهدته الشركة مؤخرا، حيث أصبح لها حق الامتياز في 4 نفطية بحوض المسيلة بعد استلامها للقطاعات النفطية 10 و14 و51 و53. ضمن فعاليات أسبوع القدس لنا، نظمت طالبات جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية وقفة تضامنية في ساحة الجامعة في منطقة تاربة شرقي مدينة سيئون. وخلال الوقفة التضامنية التي شارك فيها الطاقم التدريسي والإداري في الجامعة، عبرت الطالبات عن غضبهن حيال ما يجري من حملة وصفنها بالشنعاء ضد القدس والمسجد الأقصى وفلسطين، واستنكرنا كل المحاولات التي تقضي بتهويد القدس الشريف، وأكدنا أنها عربية إسلامية وستبقى. الدكتور عبد الله أحمد بن عثمان وكيل فرع الجامعة قال إن هذه الفعالية تأتي كتأدية واجب ديني ووطني تجاه القدس وفلسطين التي تعد قبلة المسلمين الأولى. المشاركون في الوقفة أكدوا رفضهم واستنكارهم لقرار ترامب بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني، مشددين على ضرورة إيجاد موقف قوي ورادع من الحكومات العربية والإسلامية يرقى للأهمية الدينية والتاريخية للقدس. ومن المقرر أن تستمر الفعاليات لأسبوع كامل. نظم ملتقى طلاب قسم العلوم المالية والمصرفية التابع لكلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت محاضرة علمية للطلاب في مختلف المستويات بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة رواب الخير التنموية وصندوق التمويل الأصغر بعنوان فتح مجال الأعمال الحرة للشباب. قدمها محمد صلاح سالم بن بيريك أخصائي التمويل، تطرق خلالها إلى كيفية إعداد المشاريع الصغيرة وأهميتها، مستعرضاً الأعمال والمشاريع التي ينفذها صندوق التمويل الأصغر لدعم وتشجيع الشباب الخريجين على فتح مشاريع صغيرة جديدة والخوض في الأعمال الحرة، داعياً الطلاب الحاضرين إلى ضرورة تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتحقيق نتائج إيجابية تسهم في تحسين أدائهم على أرض الواقع واكتسابهم المعرفة العلمية. وتخللت المحاضرة النقاشات والاستفسارات والأسئلة التي طرحت من قبل الطلاب الحاضرين، ومن ثم قام المحاضر بالرد عليها وتوضيحها. حضر المحاضرة كل من الدكتور محفوظ المصلي نائب العميد لشؤون الطلاب والدكتورة ليبيا بحويرث نائبة العميد لشؤون الأكاديمية وجمع قفير من طلاب كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت. تأهل المنشد اليمني حامد الحبشي إلى منافسات نهائيات منشد الشارقة الذي ينظمه تلفزيون الشارقة التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام. ويعتبر منشد الشارقة أحد أهم برامج المسابقات الهادفة إلى اكتشاف المواهب الإنشادية في الوطن العربي، إذ يصل هذا العام إلى عقده الأول بعد تخريج عشرات المنشدين الذين أصبحت لهم مكانتهم البارزة في هذا المجال.
وشارك الحبشي في كثير من المهرجانات أبرزها سماع الدولي بمصر عام 2012 والليلة اليمنية في دار الأوبرا بمصر عام 2012 واحتفالات مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان بالمكلا عام 2012. ويشارك في البرنامج إلى جانب حامد الحبشي 5 منافسين آخرين هم عبد الفتاح جحيدر من ليبيا ويوسف محمود من مصر وصالح الخلايلة من الأردن وياسين الأشهب من المغرب ووليد علاء الدين من لبنان. لو علمت الدار بمن زارها فرحات واستبشرت ثم باست موضع القدم وأنشدت بلسان الحال قائلة قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم عليكم سلامي أول كلامي لكم واحترامي جهرا وسر بالهدوء والسكينة يا أهل المدينة وعليكم سلامي أول كلامي لكم واحترامي جهرا وسر بالهدوء والسكينة يا أهل المدينة بكم زال همي واشتل غمي وشدت عزمي قلبي ليكم يكرر حنينا يا أهل المدينة عليكم سلامي أول كلامي ختام الأخبار إليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يهنئ نظيره النيجيري بالعيد الوطني. وزير المياه والبيئة يشكر السلطة المحلية بحضرموت على مساندتها للمبدعين ويرشيد بما دخل. الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع حفر وتوريد مضخات آبار العضيبة بقيلبة وزير. في ذكرى تأسيسها 6 المهندس بالسميت يؤكد أن شركة بترو موسيلا مشغل وطني كفوء بمعايير عالمية. لا يدا المنشد اليمني حامد الحبشي يتأهل إلى نهائيات مسابقة منشد الشارقة. وبالتذكير بعناوين الأخبار نكون مشاهدينا قد وصلنا وإياكم إلى ختام أخبار حضرموت لهذا اليوم. مزيد من التفاصيل تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام. دمتم بخير وفي أمان الله.